هذا أسوأ طريق سلكناه. غبي، هذا طريق صنعته الفيلة. بسلوك هذا الطريق يمكننا إيجاد عائلة الفيلة باتباعه. اسمع، إن الفيلة في الأسفل. الظلام حالك، لا يمكنني رؤية شيء. استخدم المنظار الليلي. بالطبع أعرف هذا. أنا أراهم، فيلة وثيران. نمور هناك أيضا، والكلب هناك أيضا. لماذا يا ترى؟ أعطني المنظار. إن بقيا هناك ستفشل خطتنا بالإمساك بالثور الصغير. ليس بهذه البساطة. إنهم في ورطة الآن، أرى أنهم يستعدون للقتال. هات، يقوم الثور والفيلة بمهاجمتهما، ويحاول النمر إيقافهم. حتى النمر الكبير لن ينافس هذا العدد من المخلوقات الضخمة، فما رأيك بنمر صغير؟ إلى هناك سيصبح الوضع أسوأ. ربما نمور سيعالج الوضع بنفسه، ثق به. أنتم جميعا أرجوكم اسمعوني. أنتم النمور أكبر عدو لنا في الغابة، بالإضافة إلى أنك تحاول حماية البشر. لن نستمع إليك. أمي، لما لا نستمع إلى نمور؟ عزيزي، لقد أنقذ نمور الثور الصغير، فلنستمع إليه. أنا لا أحب البشر أيضاً، لكن نمور قد أنقذ صغيري. ربما لا تكون أهدافه شريرة، فلنسمع منه ما سيقوله. حسناً، موافق، دعه يتكلم ولنستمع إليه. لما لم يبدأ بعد يا قناص؟ إن الشمس ستشرق الآن. ليس علينا أن ننتظر الآن، يجب أن نتصرف قواص. وفقاً للخريطة يجب أن يكون هناك سد في الجهة العليا. سد يعني بركة. علينا أن نذهب إلى هناك على الفور يا قواص. أنا أوافق على هذه الفكرة. كما قلت لك، علينا أن نذهب. إذن سوف نستفيد من الفوضى. لا، ازداد المطر. أنا عجوز جدا، ولن أتمكن من إيقافهم. لكن لأجل عائلة الحيوانات علي أن ألحق بهم مهما كلف الأمر. أعرف أنكم تكرهون البشر كثيرا لأنهم دمروا موطننا من قبل، لكن هذا في الماضي. أخبرني الفيل العجوز أنه بسبب ترك البشر بأنفسهم للغابة تمكننا من إعادة بناء موطننا مرة أخرى. تفهمونني؟ لكن الصيادين أصابا صغيري البارحة يا نمور. كما تختلف الحيوانات فيما بينها، البشر كذلك. لكن البشر آذونا كثيرا، فهم يصطادوننا. وقاموا بأخذي بعيدا عن أمي، لكن الفتى والفتاة مختلفان، فقد ساعداني. الفتى والفتاة مثلهما مثل باقي البشر. لكنهما من البشر الطيبي القلب. يجب أن أكون مسؤولا عن حماية مبروك، لكن نمور يقوم بذلك. كيف أقف بجبن هكذا؟ نعم، الفتى والفتاة طيبان ولا يؤذيان الحيوانات. كلب وتساعد البشر. لا تسئ فهمي أيها الفيل، أنا لم أفكر يوما بإيذائكم. عندما يحاول البشر صيدنا تقوم أنت دائما بإرشادهم. نحن مخلصون ونخدم البشر على أكمل وجه. أنت تخدم البشر، فكر فقط بعدد الحيوانات التي قتلها البشر. لن يهربوا. لن نسمح له بالهرب. متهور، لما خرج في هذه اللحظة؟ لقد أفسد كل شيء.
انتظروا. نمور نمور اترك. كلبون كلبون. ساعدون أبعدهم أنت، سأحاول أنا وكلبون إيقافهم. حسناً. لا أريد أن أبقى مع نمور. إن غادرنا سيتمكن نمور من حماية نفسه. تعال. تريد الهرب ها؟ أنقذنا الثور الصغير من قبل، دعونا نذهب. اذهب أنت ولكن البشر لا. ها نحن. ليس فقط الفيلة والثور بل أيضا مبروك وانتصار تحت السيطرة. الآن سوف يعرفون كم نحن ذكيان. هيا ارفع السد. هيا. نحن محاصرون. لا أستطيع الذهاب أنا أيضا. لا تقلق، سنتجاوز هذا الوضع. ماذا يوجد على الجهة الأخرى؟ لا أعلم، لنخترق البركة على كل الأحوال. نمور، يمكنك أن تأخذ القردة معك. إن الأمر بيننا وبين البشر، لن نؤذيك. لا، إنهم أصدقائي، لن أتركهم مهما حصل. مهما يكن، أنت أيضاً حيوان من الغابة وعانيت من تعذيب البشر، لما تريد أن تساعدهم؟ لا أريد أن يتأذى البشر الذين ساعدونا، أرجوكم اسمعوني. ألن تستسلم؟ هيا ابتعد من هنا. لا. ها ها ها، هل تتوقع أن توقفنا لوحدك؟ أنت تبالغ. لن تستطيع الهرب. لا تهتم بالنمور، نحن فقط نريد الانتقام من البشر. هيا يا بني. بالأمر. هل رأيت كيف ضربت الكلب قبل قليل؟ جرب ذلك الآن. هيا افعل ذلك. لا تخف، إنك كبير، عليك أن تتعلم كيف تتعامل مع العداء. لكن كيف يمكن أن يكون نسل الفيلة جباناً؟ أيها الثور، قم بعملك الآن. لا تخف من الكلب، تعال معي. نمور، إنهم يقصدونني، أرجوك اذهب أنت. ماذا ستفعل عندها؟ سأساعد مبروك على النجاة من الخطر. الماء، لما يرتفع الماء؟ أبي، الماء يرتفع، ماذا أفعل؟ لقد هطل المطر لذلك يرتفع. عزيزي انظر، إن منسوب الماء يرتفع سريعا. هناك صوت. من أين يأتي كل هذا الماء بهذه السرعة؟ سيسحبهم الماء هذه المرة، خطتنا تنجح. وسنستفيد من ذلك عندها. أمسك الثورة الصغيرة أولا، ثم العاج، ثم النمر، ثم عليك بهم. هيا. هذا يحدث حقا، لقد قام البشر بعمل نفس الشيء من قبل، وفي النهاية حصل فيضان، لم نتمكن من الحصول على ماء مالح حتى غادروا. علي أن أغلقه. سأغلقه. انظر، هناك منحدر أمامنا، لنذهب إلى الجهة الأخرى. حسنا، أخشى أننا لن نتمكن من الوصول. لدي فكرة. تمسك بي. النجدة. القرصك. أين نمور؟ انظر، إنه هناك مع كلبون. نمور، كلبون، تعالا. شكرا. هل رأيت سعدون؟ أين الفتى والفتاة؟ إنهما هناك. نمور، كلبون.
عينيك حذرا، تمسك جيدا. لا تقلق، سوف أنقذك. عزيزي، هذا خطير جدا. الماء يندفع بسرعة. إذا ماذا عن صغيرنا؟ أبي ساعدني. لا تقلقا، اسبحا حتى المنحدر، إنهم بشر طيبون سيساعدونكما، لا تخافا. هل سيساعدنا البشر؟ تمسك. هذا جيد، لقد تم إنقاذهم يا نمور. لكن المنحدر يصبح أصغر فأصغر بينما يفيض الماء. إن استمر الماء بالفيضان سيغرقون. إذا ماذا سنفعل؟ ذلك الفيل يريد إغلاق السد. لا تقلق، شجرة واحدة لن تكفي لسد مجرى السد. وعلينا أن نفكر في فعل شيء حالا. جدي. أبي. هل كان هذا الفيل العجوز؟ الفيل العجوز هو صديقي، جرب الكثير، قد يجد طريقة لمساعدتنا. تعال. لقد نجحنا. لا يهم، لقد دخل المخدر إلى جسده، لن يتحمل كثيرا يا قواص. جبناء، لن أسمح لكم بالذهاب، لن أسمح لكم. انظر، لقد أعطى المخدر مفعولا. هذا رائع. للأسف لديك ناب واحد. دعه الآن وتعال لنمسك الفيل الصغير. سنجني ثروة. انتبه وإلا وقعت في الماء. قواص، لا تهدر الوقت. أسمع صوتا. الشريران، لن أنسى صوتهما في حياتي. ربما هما من تسببا بالفيضان، لنهجم. اهدأ، لديهما بنادق، سنقع في ورطة. هل أنت خائف؟ لن أخشى شيئا إن استطعت إنقاذ مبروك. لست خائفا، فلنجد مكانا للاختباء. حسنا. هيا، إن البركة في الأسفل هناك. لن يطول الوقت قبل أن تحضر الفيلة والثور. الحيوانات التي تنتمي لعائلة القطط رشيقة. لنذهب. انظر، الماء يأتي من هنا. لابد أن الأشرار قد قاموا بفتح هذا الحوض. أيها الفيل، يبدو أنه يحتضر. مؤكد الأشرار هم السبب. لماذا قام بسحب هذه الشجرة الكبيرة؟ أراد إيقاف تدفق الماء بواسطتها، لكن الأشرار أصابوه. هل نستطيع أن نسحبها؟ فلنحاول. هيا. لوحدنا لا نستطيع. لن أستسلم. انتظرني. إلى أين؟ نطلب المساعدة من الفيلة والثور. لا تفعل، إنهم لا يحبونك. لا يهم، إن استطعت إنقاذ مبروك. احذر. سأذهب على أي حال.
ربما سيفوت الأوان عند وصولهم. هذا أنت؟ هذه المرة سوف أموت، أنا متأكد من ذلك. لا، دعني أساعدك أرجوك. لا صغيري، شكرا لك. عندما لا تتمكن الفيلة من الوقوف تموت بعدها. لا، يجب أن تعيش، كلنا بحاجتك. دعني أدفع الشجرة للأسفل قبل أن أفقد قواي. ساعدني. لكن لا تحزن، بالرغم من أن الكبار يموتون، الصغار يتابعون المسيرة، كل شيء سيكون جيدا. هيا، لأجل الحيوانات ساعدني. إن لم نقم بسد الفتحة سوف نغرق جميعا، صدقني. عرفت كيف يغلق. أيها الفيل، لقد عرفت طريقة إغلاق الباب بتحريكه. أنا أحتضر الآن، اعتمد على نفسك. انهض، لا أستطيع إيقاف الماء وحدي. تذكر، أنت زعيم الغابة، لا شيء يهزمك، كن شجاعا. أيها الفيل. أيها الفيل، لن أخذلك، أنا زعيم الغابة لأجلك ولأجل صديقي الإنسان ولأجل سعدون، لأجل كل الحيوانات سأوقف هذا الماء مهما كلفني الأمر. أيها البطل، هل تفتقد أمك؟ لقد كنت أحلم. لا تخجل، لأنك كنت تحلم بأمك. لقد زال الخطر الآن، أين سعد وكلبون؟ وأين أصدقاء البشر؟ لقد بذلت جهدك. نحن نعتذر لك أيها النمر الأبيض. ماذا حدث معهم؟ أخبروني. لقد للأسف سحبهم الفيضان. ماذا؟ عندما كنا على المنحدر اندفع الأشرار إلى هنا وقام أصدقاؤك بإنقاذهم، لكنهما قاما بعمل جيد. لقد وقع القرد في الماء لأنه حاول إنقاذ الطفل، ووقع البشر في الماء عندما حاول إنقاذ القرد. لقد أنقذنا أصدقاؤك ولم نكن قادرين على إنقاذهم. ماذا عن كلبون؟ عندما سمع أن صديقيك سحبهم الفيضان ركض نحو الفيضان بجنون. لا تقلق يا نمور، لقد انتهى الفيضان، لابد أنهم بأمان الآن. إن حصل مكروه لأصدقائي لن أدع الشريرين يفلتان مني أبدا. وداعا أيها العجوز. أخطأت بعدم إخراج الأشرار، لا أستحق لقب زعيم الغابة. لا تحزن يا نمور، لقد ضحى أبي بحياته من أجل سلامة الحيوانات، لن تنساه أجيالنا القادمة، لن تنساه أبدا. لن تنساه حيوانات الغابة، إنه زعيم حقيقي، ساعد الكل حتى آخر نفس لديه. لقد سمعت أنك هنا للبحث عن والدتك، سوف نساعدك. شكرا لكم. سأقوم الآن بالبحث عن أصدقائي وإخراج الأشرار من الغابة، أريد أن أكون زعيم الغابة حقاً.